سمر خلي الريكوردنج من بداية المحاضرة. عندكم في اوبستاتريك اوكي، وعليه اسئله كتير ومهم جدا ان انت تفهموه كويس عشان تفهموا كل اللي مرتبط بيه من بريكلامسيا او ابنورمال تروفوبلاستيك انفيجن، كل ده مهم جدا. مبدئيا والنبي ركزوا معايا بقى عشان نخلص المحاضره. انا عارف كل واحد طبعا قاعد في البيت مروقين نفسكم عايشين حياتكم، فايه نركز كده عشان الدنيا تبقى كويسه. اول حاجه الديفينيشن، يعني ايه سموث جستيشن ايج؟ سموث جستيشن ايج ده بيبي الاستيميتد فيتال ويت بتاعه او الابدونال سيركمفرنس اقل من 10 سنتايل فور اتس جستيشن ايج، يعني بيبي وزنه اقل من 10 سنتايل بالنسبه لعمره بالاسابيع بتاعه الحمل. اوكي، ليه اخترنا ابدونال سيركمفرنس؟ احنا انتوا طبعا خدتوا في الترا ساوند يعني ايه بايبرات دايمتر وهيد سيركمفرنس وابدونال سيركمفرنس. احنا عندنا اكبر عضو في جسم الانسان هو ايه؟ الليفر. تمام، فاول حاجه بتتاثر وتصغر هو الليفر. فالموست اكيوريت ميجرمنتس احنا ممكن نعتمد عليها عشان نحدد البيبي ده صغير بالنسبه للعمر بتاعه ولا لا، حاجتين، هو استيميتد فيتال ويت اللي هو بنحسب بيها تقريبا اربع مقاسات اللي هو البايبراتور دايمتر والهيد سيركمفرنس والابدونال سيركمفرنس والفيمر لينس، او بنعتمد على الابدونال سيركمفرنس لوحده. اوكي، في منه النوع العادي اللي هو اقل من 10 سنتايل او سيفير سمول جستيشن ايج اللي هو اقل من 3 سنتايل. اوكي، في فرق بين سمول جستيشن ايج وفيتا جروث ريستريكشن؟ اه في فرق، مش كل الاطفال سمول جستيشن ايج فيتا جروث ريستريكشن والعكس. يعني 70 تقريبا في المية من سمول جستيشن ايج كونستيتيوشنال. يعني ايه كونستيتيوشنال؟ يعني بابا كان صغير كده، مولود صغير، مامته كانت مولوده صغير. تمام، الفيتا جروث ريستريكشن حاجه ثانيه، ده دوم في تاي الجروث ريست بتاعتهم سلو داون او ستوب كومبليتلي ديو تو ان ادكويت اكسجين اند اور نيوتريشن. يعني بيبي مع المتابعه كده ما بيكبرش. يعني شفت عيانه النهارده البيبي وزنه نقول مثلا كيلو، بعد ثلاث اسابيع بشوف وزنه زي ما هو، بعد اسبوع كمان بشوف وزنه زي ما هو، اللي هو خلاص الجروث ريست وقفت خالص او بقت سلو داون، بقت تمشي ببطء جدا. تمام، والفيتا جروث ريستريكشن ده اخطر بكتير قوي من سمول جستيشن ايج، عشان كده احنا قلنا سمول جستيشن ايج 50 70% تقريبا كونستيتيوشن ما فيهوش مشكله خالص. تمام، اللو بيرث ويت ده انفانت البيرث ويت بتاعه اقل من 2500 جرام. اوكي، عشان بس مهم جدا عندنا في الناس يا جماعه في اوستاتيك عامه الديفينيشن، يعني اي موضوع لو فهمت الديفينيشن بتاعه هتفهم الموضوع سهل جدا. طب احنا بنحدد السنتايل ازاي؟ اي حاجه في الدنيا ليها سنتايل كير اللي هو 10 سنتايل و90 سنتايل. لو هو فوق 90 سنتايل ده لارج فور جستيشن ايج، لو هو اقل من 10 سنتايل ده سمول فور جستيشن ايج. فحضرتك احنا عايزين نفهم ايه اللي بيحصل بالظبط، عشان يعني عايزين نفهم باثو جينيسيس نفسه على سمول جستيشن ايج عشان نفهم الموضوع. الموضوع بيبتدي طبعا من الاول عشان نفهم بس الموضوع ماشي ازاي. هو حمل بيحصل ازاي؟ حمل بيحصل ان في اوفيوليشن بيحصل في الميد سايكل. اوكي، بتطلع اوسايت عاديه خالص. اوكي، يكون مستنيها السبيرمز في الاوتر وان سيرد بتاع الفليبيان تيوب، يحصل فيرتلايزيشن، بعد كده يحصل طور من اطوار الكليفج لغايه ما نوصل لحد بلاس سيست او بلاس سيست في الاندوميتر كافيتي. بلاس سيست يحصل لها امبلانتيشن. الامبلانتيشن ده بيحصل على فترات كده لغايه ما في طبعا في البلاسس ده في انر سايتو واوتر سنسيشن تروفوبلاست. الاوتر سنسيشن تروفوبلاست ده بيعمل انفيجن ديسيدو. اوكي، ويلاقي البلاد سبلاي بتاعته. طب البلاد سبلاي رايح الديسيدو ده جاي منين؟ جاي من يوتراين ارتري. اوكي، يوتراين ارتري بيغذي يوترس ويطلع حاجه اسمها سبايرال ارتريولز. سبايرال ارتريولز دي هي بتغذي الديسيدو. اوكي، اللي هي ماترنال سايد، عشان بعد كده البيبي ده يتغذى. تمام يا جماعه؟ ماشي، مجمعين الموضوع دلوقتي عشان بس لما نيجي نتكلم على الدراين ارت والرول بتاعه تكونوا فاهمين ان اصلا البيبي كده كده بيجي له غذاء من الام، فالغذاء عشان يجي له من الام لازم يوصل عن طريق يوتراين ارت، حاجه هي بتغذي يوترس. اوكي، طب يوتراين ارت ده في اول الحمل بيبقى عامل ازاي؟ يوتراين ارت في اول الحمل بيبقى فيه ريزيستنت عالي، عشان احنا لسه في اول الحمل مش محتاجين بلاد سبلاي كتير. اوكي، الريزيستنت دي بتبدا تقل المفروض. سعيد ممكن نعلي الصوت شويه؟ اوكي، حاضر يا سمر. الريزيستنت دي بتبدا تقل، هدي رتم السرعه بس. البلاد سبلاي اللي داخل اليوترس ده جاي من عن طريق يوتراين ارتري. اوكي، يوتراين ارتري ده بيغذي اليوترس عن طريق حاجه اسمها سبايرال ارتيولز.
السبايرال ارتريوز دي داخله في الديسيلوا اللي هي بعد كده بتغذي البيبي اللي هي تدخل البلاسينتا وتدخل عن طريق الامبريكال فين. تمام؟ فاول الحمل خالص يوتراين ارتري ده بيكون الريزيستنت فيه عاليه شويه عشان احنا مش محتاجين بلاد سبلاي كتير. اوكي، بنبدا بعد كده بيحصل ويفز من التروفوبلاستيك انفيجن، البلاد سبلاي بيزيد في، عشان بعد كده بنيجي نقول ان احنا المفروض في السكند تريمستر ان الريزيستنت بتاعت اليوتراين ارتري ده تقل او الدياستوليك فلو يزيد، ده النورمال. عشان لو ما حصلش كده ندخل في حاجه اسمها سمول بوزيشن ايج. تاني عشان نقول برضو الموضوع تاني، احنا في النورمال بريجنسي بيحصل ازاي عشان ده مهم جدا ان انتوا تفهموه. بعد الاوفيوليشن بيحصل فيرتلايزيشن، بنمشي في اطوار من الكليفج. اوكي، الكليفج ده لغايه ما نوصل للبلاستوسيست، البلاستوسيست ده تيجي يحصل لها امبلانتيشن جوه التراين كافيتي في الديسيدوا. اوكي، طب الكلام ده بيتغذى منين؟ بيتغذى عن طريق الماترنال سايد او مازر، يعني عن طريق يوتراين ارتري اللي هو بيغذي البيبي، اللي هو بيغذي يوترس اللي هو الدم هيوصله بعد كده في امبريكال فين. اوكي، الفيتر سيركيشن دي حاجه مهمه جدا، مهمه جدا ليه؟ عشان نفهم ايه اللي بيحصل بالظبط، وعشان نفهم ليه البيبي بيصغر وليه بيبي بيبقى لارج فور جستيشن ايج. الفيتر بلاد سيركيشن، الفيتر سيركيشن طبعا خدتوها المفروض درستوها. طبعا البيبي بيكون عنده 1 امبريكال فين و2 امبريكال ارتري، الدم بيوصل اوكسجينيت من امبريكال فين. اوكي، يباي باس الليفر، يعني مش كل الليفر بيبقى مش فانكشنج قوي انتر تراين، فمش كل البلاد بيروح الليفر طبعا، فالبلاد بيمشي من البلاسنتال فين عن طريق واصله كده اسمها داكتس فينوزس عشان يوصل للانفيوفينا كيفا. الانفيوفينا كيفا الدم بيكون ماشي بسرعه جدا، اوكي، ببريشر عالي، يجي هنا يوصل للرايت اتريوم. الرايت اتريوم فيه فتحه طبيعيه جدا انتر تراين بينها وبين الليفت اتريوم اسمها فورمن اوفال. فورمن اوفال ده باب بين الرايت اتريوم والليفت اتريوم. احنا لغايه دلوقتي كل ده اكسجينيتد بلاد اللي هو متلون باللون البينك كده. اوكي، نيجي للليفت اتريوم، بعد ما يوصل للليفت اتريوم عن طريق بريشر يوصل للليفت فنتريكل. الليفت فنتريكل يضخه يعمل له في السيستول، يوصل في الاورطة. الاورطة يغذي هيدن نيك عن طريق برانشات يطلع هيدن نيك. اوكي، بعد كده البلاد يجي من الهيدن نيك والابر بارت اوف ذا بودي عن طريق السيروفينا كيفا، بيبقى ميكسد بلاد، ميكسد اوكسجينيتد، اوكسجينيتد ودي اوكسجينيتد بلاد، يوصل ينزل في الرايت اتريوم. اوكي، يوصل في الرايت اتريوم عن طريق بريشر برضو ينزل رايت فنتريكل. اوكي، وهو نازل الرايت فنتريكل بيبقى هو نازل كده وفي دم خارج من الانفيوفينا كيفا اللي هو اوكسجينيتد، بيبقى ميكسد بلاد. اوكي، يعني مايلدي برضه اوكسجينيتد، دي اوكسجينيت، فيوصل للرايت فنتركل. رايت فنتركل مع الكونتراكشن يوديه في البلمونري ارتري. سبحان الله، طبعا البلمونري بريشر ما فيش اصلا، ما فيش بلمونري سيركليشن، يعني اللنج مش شغاله انتر تراين، فالبلمونري سيركليشن هاي البلمونري بريشر ده ما يخليش طبعا، مش ما فيش حاجه توصل اللنج، فيروح داخل فين بقى؟ داخل هنا في وصله بين البلمونري ارتري والاورطه اسمها داكتس ارتريوزس. اوكي، من كرم ربنا طبعا علينا ان داكتس ارتريوزس ايه ده، هو في ناس عايزه السبلاي من الاول بس. سبلاي من الاول، اوكي. يا جماعه الدم اللي واصل للبيبي واصل طبعا عن طريق الاكسجينيت بلاد، بيبدا من البلاسينتا عن طريق امبلايكال فين. احنا عندنا 1 امبلايكال فين و2 امبلايكال ارتري. اوكي، الاكسجين بلاد واصل للبيبي عن طريق امبلايكال فين. اوكي، يعدي في شنط كده صغيره اسمها داكتس فينوزس عشان يوصل للانفيروفينا كيفا. تمام، اول ما يروح من انفيوفينا كيفا للرايت اتريوم يلاقي نفسه في باب بين الرايت اتريوم والليفت اتريوم اسمه فيرومون اوفيل. تمام، هو ماشي ببرشر عالي كده في انفيوفينا كيفا يروح الرايت اتريوم، فاسهل له ان هو يدخل في الباب ده عشان يوصل ليفت اتريوم. تمام، كل ده احنا بنتكلم على اكسجينيتد، بيور اكسجينيتد بلاد، يوصل ليفت اتريوم عن طريق البريشر نازل ليفت فنتريكل. ليفت فنتريكل مع الكونتراكشن هيروح عامل له ايجكشن في الاورطه، ماشي، اورتيك ارش للكاروتيد ارتريز والبرانشات اللي بتغذي هيدن نيك والابر بارت اوف ذا بودي. اهم اعضاء عندنا يا جماعه في جسم الانسان عامه، يعني او في جسم البيبي، الحاجات اللي هي محتاجه اكسجين على طول عشان البيبي ده ما ينزلش له اي كيو، ما ينزلش عنده سيربا بولسي اللي هو هو برين. فاهم حاجه ان بيور اكسجينيتد بلاد اللي واصل للبيبي ده يبقى البلاد اللي واصل للبيبي يبقى بيور اكسجينيتد، فده اول دم واصل، ده اهم حاجه عندنا يكون واصل للبرين سبحان الله. اوكي،
بعد كده البلد يرجع من الابر بارت اوف ذا بودي عن طريق السيبلوف ناكيفا. اوكي يروح نازل من السيبلوف ناكيفا ده للرايت اتريوم عن طريق بريشر يروح نازل للليفت اتريوم للسوري رايت فنتريكل. رايت فنتريكل مع الكونتراكشن يروح عامل له ايجكشن في البلمونري ارتري. تمام البلمونري ارتري يا جماعه لما يجي يعمل ايجكشن كده هو ما فيش حاجه واصله لللنج. احنا اللنج ما فيش نون فانكشنينج انتر اتراين وفي هاي بالمونري بريشر انتر اتراين. فيجي يلاقي نفسه ما عندوش غير واصله اللي بين البالمونري والاورتا هي داكتس ارتريوزس. تمام من كرم ربنا علينا زي ما قلنا كده عشان الاطفال كلها ما تنزلش سي بي ام كوش كلنا متخلفين عقليا يعني ان هو الوصله دي طالعه بعد ما برانشاتي هيدا النيك طلعت بعد الكاروتس ارتريز وحياتي بتغذي البرين طلعت. الا لو كده هيوصل للمخ دي اكسجين بلاد ودي حاجه خطيره جدا. تمام يوصل في داكتس ارتريوزس لل ديسندنج اورتا. ديسندنج اورتا يغذي بقيه الريست وذا بودي. اوكي يتنقل كل دي اكسجين بلاد ده عن طريق الامبريكال ارتريز يوصل للبلاسينتا عشان يحصل اكسجين يحصل ريبليسمنت برضو اكسجين نيوتريشن في المذر ويرجع تاني اكسجين بلاد. تمام في حد عنده اي اسئله في البالون سيركيشن احنا قلناها دي؟ احنا في اي حاجه يا جماعه عشان البيبي ده لما الدم يقل اهم حاجه يحصل سبيرنج برين والامبورتنت اورجانز هي الكيدني والبرين زي اي ميكانيزم يشك. تمام فاهم حاجه لو احنا الدم اللي واصل للبيبي ده قليل تمام الدم هيوصل الليفر طبعا هيبقى قليل فالليفر ده مش هيكبر فابدونس الكونفرنس احنا قلنا عليه ان هو بيقل مع اطفال اللي هم سمول بوكشن ايج طبعا لازم يقل. لكن البرين لا البرين يفضل كويس عشان ده مهم جدا. البرين اهم حاجه في عضو البيبي ده. فاحنا ايا كان حتى لو البيبي ده هينزل وزنه صغير هينزل حجمه صغير بس البرين ما يتاثرش. اوكي وده مهم جدا الميكانيزم ده عشان نفهم بعد كده لما نيجي نتكلم على الدوبلر او الحاجات احنا هنعملها عشان المانجمنت بتاعت البيبي اللي هو صغير في الحجم تفهموا ليه بنعتمد على عامل السيبر ارت دوبلر مثلا يعني عشان دي حاجه مهمه جدا ان هو لازم يحصل برين سبرينج افكت لما يوصل الدم قليل. ان احنا لازم الدم ايا كان الدم يوصل للجسم قليل الجسم بيعادل نفسه عشان الدم يوصل البرين يفضل زي ما هو. تمام من الحاجات المهمه جدا الويز بتاع التروفولاسك انفيجن فاول الحمل خالص يصبر اتروز تبقى صغيره مفيش مشكله منها بعد كده بتبقى مور تورشس وتبقى بيج ان سايز بعد كده بيحصل دايليتيشن اكتر بكتير جدا في ميد جيستيشن عند 20 اسبوع عشان نوصل الدم اكتر للبيبي. تمام يا جماعه تقريبا كل الاطفال كل الفطاي في انتروتراين وزنها ثابت لغايه 20 اسبوع اللي هو تقريبا بنوصل عند 20 اسبوع كده 500 جرام بعد كده نبدا نزيد سبحان الله 500 جرام ده عند 20 اسبوع طب احنا بنوصل فول ترم كام 3 كيلو ونص يعني بنزيد كام ضعف 6 7 اضعاف يعني من سكند ترايمستر من 20 اسبوع لغايه 40 اسبوع احنا في اول 20 اسبوع بنزيد لغايه 500 جرام بس ومن 20 اسبوع لغايه 40 اسبوع بنزيد 7 اضعاف بنزيد 7 اضعاف وده اللي بيعمله الميكانيزم ده اللي هو سكند ويف تروفوبلاستيك انفيجن اللي هو اسبيرال ارتروز بتكبر جدا يحصل لها دايليتيشن بيحصل لها مورتوشوستي الفلاي بيحصل لها برضه دايليتيشن وبتكبر فبيزود البلاد سبلاي جدا النقطه دي لو ما حصلتش بندخل بقى بعد كده في بري كلامسيا وندخل في سمول فيجستشنال ايج وندخل في مشاكل كتير بتحصل لنا بعد كده. تمام يا جماعه الباسو جينيسيس ده مهم جدا ان انتوا تفهموه كويس عشان نفهم بعد كده اللي احنا بنتكلم فيه. عندنا انسيدنس بتاعت سمول فيجستشنال ايج تقريبا من 3-5% من اي واحده حامل بيبي ممكن ينزل صغير وزي ما قلنا 70% منهم كونستيتيوشنال يعني واحده اصلا صغيره فلازم هتجيب بيبي صغير هتجيب بيبي كبير منين يعني التشاينيز والناس الصغيرين دول اللي هم مرمطينا بالكورونا دلوقتي كلهم صغيرين فلازم يجيبوا عيال صغيره. في نوعين من السمول فيجستشنال ايج في الهيلثي او اللي هو كونستيتيوشنال او اللي هو بنسميه حاجه اسمها سيمتريكال اسيمتريكال اوكي وفي اللي هو باثولوجيكال سمول فيجستشنال ايج او هو فيتال جروث ريستريكشن او اي جي ار. الهيلثي ده هو الكونستيتيوشن بس تمام اللي هو نورمال في كل حاجه اناتومي نورمال دوبلر نورمال اميديت فلويد نورمال احنا زي ما اتفقنا طول ما الدم يوصل للبيبي كويس طول ما لازم الصوت بس يا لسنا معلش حاضر اوكي بعد كده هعمل حسابي في مايك عشان بس معلش اللاب فيه مشكله تقريبا في الصوت
عندنا نوعين يا جماعه من السمول فيكشنال ايج اللي هو هيلسي وباثولوجيكال. الباثولوجيكال ده اللي هو فيتال جروث ريستريكشن، اللي هو البيبي ده ما بيكبرش اصلا. الهيلسي ده هو كونستيتيوشنال، يعني بيبي صغير اصلا عشان مامته كانت صغيره او باباه كان صغير، تمام ماشي، اللي هو الجروث بتاعه ابروبريتلي ماتيرنال سايز واسنستي، تمام. التاني لا، مش ابروبريت خالص ماتيرنال سايز، يعني ممكن تكون تلاقي واحده اوبيز جدا ودون بيبقى ريسكي اصلا لسمول فيكشنال ايج، جايبه بيبي صغير خالص ماشي. الهيلثي سمول فيكشنال ايج دوم بيبقوا كلهم نورمال اناتوميكال، والدوبلر بتاعهم كويس جدا، البلاد سبلاي للكيدني كويس، فهتلاقي اللايكرو كويس اوكي، ده مهم جدا. البوندرال اندكس ده حاجه كده يعني ايه، معادله كده هو 100 على البيرث ويت ناقص البيرث ويت على البيرث هايت، معادله كده مش مهم تعرفوها يعني. اي اوت كام بتاعها بيبقى عادي زيها زي اي بيبي. الفيتال جروث ريستريكشن ده احنا قلنا عليه، البيبي ده ما بيوصلوش دم كويس، اللي هو حصل مشكله في التروف اوف زاستك انفيجن نفسها، فهنلاقي ممكن يكون نلاقيها اناتوميكال اب نورمال، وارد يكون في كروموزوم اب نورماليتي كونجنت انومالي كده. الدوبلر بتاعه بيكون اب نورمال عشان في ريدوسد بلاد فلو، الامنيتيك فلويد بيكون اب نورمال عشان الدم اللي وصل للكيدني قليل، فطبيعي جدا ان احنا نلاقيه اب نورمال كده زي بيبي صغير ده، بس ده كونستيتيوشن يعني بيبقى عيال غلابه قوي بس هايلي اكتف سبحان الله يعني. في نوعين بقى من الفيتال جروس ريستريكشن، في سيمتريكال واسيمتريكال. سيمتريكال يعني ايه؟ يعني كل حاجه فيه صغيره، برين ولينج وبون صغيرين. اسيمتريكال ده حصل سبيرنج برين وبرين واللينج ولونج بونز، زي ما قلنا كده الاسيمتريكال ده اللي هو حصل سبيرنج برين، ده افضل طبعا مليون مره من السيمتريكال. السيمتريكال ده غالبا بيبقى فيه كروموزومال ابنورمالتي او انفيكشن كونجنتال انفيكشن، تمام. الاسيمتريكال ده هو باسيتا انسفيشنسي عادي خالص، اللي هو الدم مش واصل كويس بس ما فيش حاجه انترنسيك في البيبي نفسه اوكي. في السيمتريكال اي جي ار في امبيرد سيل ديفيجن، فاول يا جماعه في اول سبحان الله في اول تكوين البيبي وفي من اول الكليفج كده بيبقى اهم حاجه ان النمبرز بتاعت السيلز نفسها يكتر، بغض النظر عن الديفرنشيشن نفسه والهايبرتروفي بتاع كل بقى خليه تتجمع تكون ليفر، خليه تتجمع تكون برين، لا اهم حاجه ان السايز ان النمبر يكتر، يحصل ديفيجن كتير اوكي. المشكله في السيمتريكال ده ان هو من اول السايز نفسه ان في امبيرد ديفيجن، في ديكريز السيل نمبر، وده غالبا بيبقى فيه مشكله جيناتيك، يعني في مشكله كروموزومال. الاسيمتريكال لا، في مشكله في هايبرتروفي نفسه، يعني في السيل سايز، في السايز بتاع الخلايا نفسها، يعني بيبي بينزل صغير هو اصغر من في عمره بس هو الى حد ما الدم يوصله كويس. التاني لا، التاني هو فيه مشكله باثولوجيكال انترنسيك، البيبي ده حصل له كونجنتال انفكشن اثرت على نموه اصلا على الديفيجن بتاع السيلز نفسها، او حصل او في جينيتك ديس اوردر فمأثر على الكلام ده. الهيد كونفرنس على الدونس كونفرنس ريشيو بيبقى نورمال عشان احنا قلنا بيحصل سبيرنج للبرين، فطبعا لازم هتلاقي هيد سيركمفرنس على ادونس سيركمفرنس سوري اسيمتريكال، هتلاقيه في انكريز عشان في سبيرنج برين. في الانترنسيك او في سيمتريكال اي جي ار هتلاقيه نورمال، هتلاقي برين والادونس سيركمفرنس اتنين قليلين ماشي، ودي مشكله طبعا عشان احنا كده اثرنا على البرين فانكشن، ودي مشكله ان احنا البيبي ده بينزل طبعا ضايع خالص يعني اوكي. اتيولوجي ايه اسباب سمول فيكشنال ايج؟ في اسباب كتير سمول فيكشنال ايج طبعا، ودي هنقولها مع ريسك فاكتور يا جماعه. في اسباب ماتيرنال زي اندر نيوتريشن، ماتيرنال انفكشن، انيميا، اي كرونيك ديس اوردر، اي كرونيك ديزيز، كاردومونري، اندوكراين، هارت ديزيز، وات ايفر يعني اوكي. فيتال زي الكونجيتا انومالي، في المالتيبل بريجننسي نفسه بيحصل حاجه اسمها ديسكورتن بروس، يعني في بيبي ممكن يكون صغير وبيبي كبير اوكي. بلاسنتال كوز، وده موست كومن هو بلاسنتال انسفشنسي اوكي، يعني مثلا حصل فازوس بازم في بلاسنتال ارتيوز زي في البري كلامسيا او بريجننسي انديوز هايبر تنشن، حصل مايكرو انجيوباسي زي الدايبيتس، حصل اميون كومبلكس ديبوزيشن زي سيستميك لوبس اوكي. ميديكال كونديشنز كلها طبعا تعمل كده. والكونستيوشن اللي احنا قلنا عليه اللي هو 70% من اطفال السموك الشنيجي كونستيوشن على حسب الماتيرنال سايز نفسه يعني واسنست يعني اوكي. طبعا انتوا دلوقتي مش فاهمين احنا بنتكلم على ايه، انا عارف متاكد يعني انتوا قاعدين طبعا بتقولوا احنا ايه بنقوله ده. اهم حاجه بقى في اللي احنا بنقوله ده كله الكلام اللي جاي اللي هو سكرين. ايه اهميه سكرين؟
بص يا جماعه احنا اي حاجه عندنا في الاوبستاتريك اهم حاجه مش ان انت تتابع عينه او انت تعمل انتي نيتال كير، اهم حاجه ان انت تبيك اب العيانه اللي هتدخل اللي هي عندها ريسك لحاجه معينه عشان تعمل بريفنشن للموضوع. يعني اهم من التريتمنت البريك لامس ان انت تعمل سكرين وبريفنشن بريك لامس، ما تدخلش عينه في بريك لامس صح. اهم من يحصل كوميونيكيشن من عيانه عندها جيستيشنال دايابيتس ان انت تعمل سكرين دايابيتس. اهم من ان بيبي يدخل يوصل لمرحله ان هو يوصل لاي اف دي لا قدر الله، ان انت لازم تعمل له سكرين. تمام؟ يعني انت تعمل سكرين سنوفوجيشن عشان ما تجيش تفاجئ مثلا وانت بتعمل سونار لعيانه عن 36 اسبوع مثلا ان البيبي ده صغير جدا وان الدبلر الدم يوصل له خلاص بيخلص وان ميه قليله جدا والبيبي ده قرب يموت وانت مش عامل سكرين اصلا ومش متابع عيانه فانت مش شايف حاجه. فاهم حاجه عندنا ان احنا بيك اب العيانه اللي هي في مشكله عندها ممكن تدخلها ان البيبي ده يكون فيه تجوز ريستريكشن او سمول فيكشن ايج عشان نعمل مانجمنت او نعمل بريفنشن للموضوع ده. اوكي، طب احنا ايه اهميه السكرين ده كله؟ اهميه السكرين عشان الكوميونيكيشن اللي بتحصل من وراه اللي هي ان العيال دي بيحصل لها كرونيك فيتال ديستريس فبيحصل لها اوجا. الله عليك يا وليد، مبدع والله. يا باشا اتفضل يا باشا. فبيحصل منورنا والله. فبيحصل اوجا هيدرامس او ميه تقل جدا، هنكمل في كرونيك ديستريس ده لغايه ما يدخل البيبي باي اف دي انت وترين فيتال ديس. فالبيبي ده ممكن يموت منك من غير وانت بتتابع كده، البيبي ممكن يموت منك وانت مش شايف وانت مش مركز. تاني حاجه الديس ماتيور بيبي ده ان هو ممكن هينزل ديس ماتيور. ديس ماتيور يعني ايه؟ البيبي ده بيكون اندر ويت، غالبا بيكون عليه ميكونيوم ده جاي من ستريس برضه. الستريس ده بيخلي بيحصل زي هايبوكسيا، دي تعمل ريلاكسيشن في الانال سفنكتر عند البيبي فبيحصل ميكونيوم ستيننج اللايكر. اوكي، بيبقى البيبي ده عنده لايبيلتي اكتر لهايبوجلايسيميا وهايبوثيرميا وهايبوكالسيميا. ماشي، اكتر عنده لايبيلتي اكتر للبوليزايسيميا والصفرا وهايبربرونيميا وهايبربسكوستي بلاد. مش مهم كل الكلام ده. كمان البيبي ده لما بيكبر في حاجه اسمها باركر هايبوسيس اللي هو ايه؟ البيبي ده لما بيكبر من كتر الستريس اللي هو اتعرض له انتر يوتراين بيبقى لايبل اكتر ان هو يجي له دايابيتس وهايبر تنشن لما يكبر كمان. يعني مش مجرد الستريس هو بيتعرض له انتر يوتراين، لا كمان لما يكبر ماشي عرض ان هو يجي له دايابيتس وهايبر تنشن والكلام ده كله. اوكي؟ سكرين بقى احنا قلنا عليه اهم خطوه في الموضوع كله. سكرين عندنا اربع حاجات بنعمل بيهم سكرين، يعني اربع حاجات نقول ان العيانه دي عندها ريسك فاكتور عالي جدا ان هي البيبي ده يجي صغير، فلازم نتابع وزن البيبي ده ونعمله دوبلر من اول 28 اسبوع عشان ما يدخلش في المشاكل اللي احنا قلنا عليها ان هو يدخل في كرونيك فيتال ستريس اوليجو هيدرامس يحصل له اي اف دي. فلازم نتابع كويس المتابعه دي. سكرين ده عباره عن ايه؟ هيستوري عن طريق ما تلنا ريسك فاكتور عادي خالص، باي كيميكال اللي هو داون سندروم ماركر، الترا ساوند عن طريق يوتراين ارتي دوبلر احنا قلنا عليه ان هو بيغذي البيبي اصلا، واكزامينيشن عن طريق حاجه اسمها سيمفازيو فاندل هايت. كل حاجه من دي هنفهمها واحده واحده كده. اولا الهيستوري، اي عيانه يا جماعه بتدخل العياده المفروض بنعمل لها بوكينج في اول زياره خالص في البوكينج، بكتب كل حاجه وكل حاجه فيها ريسك المفروض بعلم عليها بماركر مثلا يعني. تمام؟ فالريسك كذا ريسك مع بعض بيعمل لنا مشكله. يعني عيانه مثلا اللي عندها اولد ايج دي مع بادي ماس اندكس كبير، فبعلم على الريسك ده مثلا. يعني عيانه دي عندها فوق 40 سنه دي ريسك سمول فيكشن ايج، بقى عندها كمان هي فوق 40 سنه وكمان بادي ماس اندكس عالي جدا دي عيانه ريسك فور فينوس ترومبومبريز. اوكي، فالعيانه دي بقت ريسك حاجتين اهو. ماشي، العيانه دي مع كده كمان كان عندها هيستوري ان هي دايابيتك قبل كده او جيشنال دايابيتس بقت ريسك تاني في الجزء في الماكروسوميا مثلا. يعني بتكلم مثال، فاحنا في الريسك فاكتور ده مهم جدا. الهيستوري تيجي من العيانه ده من اهم حاجات اللي احنا بنعمل بيها انتي نيتال كير عشان نعمل بيك اب للعيانه اللي هي ممكن تدخل في ديسيز معين او في مشكله معينه فنعمل بريفنشن للمشكله دي. الريسك فاكتور يا جماعه بنقسمها في ميجر ريسك فاكتور وفي ماينر ريسك فاكتور. اي حاجه عندكم معموله بولد كده اللي هي خط تخين ده ميجر ريسك فاكتور عشان نركز فيها كده، اللي هم الثلاثه دوم عندنا اللي هم عيانه 40 سنه، عيانه بتدخن اكتر من 11 سيجاره في اليوم، وعيانه بتضرب بقى كوكايين. ماشي، دي مشكله بقى كبيره يعني. ماشي، او عيانه بتعمل ديلي فيجرس اكسرسايز، عيانه بقى كمان اجسام بقى بتلعب رياضه حديد
دول كلهم ميجور ريسك فاكتور ان هي تدخل فور سمول في سمول بروجستيشن ايج. طب الحاجات الماينور اللي هي اكتر مثلا من 35 سنه نالي بارا نالي بارا وبادي ماس اندكس قليل جدا او عالي جدا بتدخل بس اقل قليل شويه الاي في اف هي عامله اي في اف دي ريسك فاكتور الناس تدخل في سمول بروجستيشن ايج. دايت ان هي ما عندهاش ما فيش فلويد انتيك كويس فلويد انتيك كويس او ما فيش لو انتيك دايت كويس ما تاكلش كويس يعني ده كله يعتبر ماينور ريسك فاكتور. اوكي في البريفيوس بريجننسي هيستوري ده مهم جدا ان هي اي عيانه هي جابت قبل كده بيبي سمول بروجستيشن ايج او اي عيانه جابت قبل كده بيبي ستيل بيرث ده بقت ميجور ريسك فاكتور ان البيبي ده يدخل في سمول بروجستيشن ايج. لكن عيانه مثلا بريجننسي قبل كده عيانه بريجننسي انترفال قليل او كتير قوي عيانه اصلا هي اتولدت صغيره او جوزها اتولد صغير دوم الاثنين كده ريسك فاكتور ان هو يجيب لي بيبي صغير ده طبيعي جدا يعني هي اصلا صغيره وجوزها صغير هيجيبوا بيبي كبير منين تمام. عيانه اصلا عندها كرونيك هايبر تنشن او عندها دايابيتس مع فاسكولار ديزيز او عندها رينا امبيرمنت عالي جدا او عندها انتي فايبروس سندروم كل دوم ريسك فاكتور عالي جدا اللي هو كرونيك ديزيز احنا قلناها عليها دي ريسك فاكتور عالي جدا ان هو يجي بيبي صغير. اوكي طب وانا بتابع بقى الحمل احنا كل الكلام ده احنا اتكلمناه واحنا بوكينج عادي خالص في هيستوري عادي خالص. طب وانا بتابع الحمل لقيت عيانه بينزل عليها دم كتير جدا زيه زي المنسس كده او عيانه بقت بري كلامسيا او انتي بارتم هيموريدج او ما بتزيدش في الحجم ده كل ده عباره عن ايه ده كل ده ميجر ريسك فاكتور ان العيانه دي هتدخل في البيبي ده هيدخل في سمول بروجستيشن ايج. تمام يا جماعه ده بالايه بالهيستوري تيكينج. وفي حد بيسال حضرتك اختصار الاي في اف ايه؟ ما هو اي في اف ان فيترو فيرتلايزيشن ان فيترو فيرتلايزيشن اوكي يعني في المعمل زي موضوع الارفمكتين ده هم عملوا ان فيترو عليه الدواء الحمير ده عشان يعرفوا ده بيقتل الكورونا ولا لا. ان فيترو فيرتلايزيشن ان احنا بنعمل في المعمل فيرتلايزيشن بناخد اوسايت بيك اب ونحط جنبها شويه سبرم اوكي ونشوف هيحصل فيرتلايزيشن ولا لا. الكلام ده اتعوض باكزي بقى ما علينا. ريسك فاكتور احنا قلنا عليها اوكي. طب ايه باي كيميكال ماركرز كل الريسك فاكتور احنا قلنا عليها يا جماعه ده مهم جدا ان احنا نعرف ايه ميجور وايه ماينور ريسك فاكتور. باي كيميكال ماركرز ده بصوا يا جماعه احنا اي عيانه في الحمل المفروض بنعمل لها الترا ساوند في وقت معين يعني مش كل زياره انتي هيتر كير احنا عندنا في مصر بنعمله طبعا اي زياره انتي هيتر كير لازم عيانه تشوف البيبي بس ده مش صح قوي يعني طبيعي في الترا ساوند ان احنا بنعملها مره في فيرست بوكينج عشان نطمن بس ان هو الساك انتراين مره عشان الفيتال بالسيشن مره بقى في الفيرست ترمستر في الليت فيرست ترمستر عشان حاجتين ان انا اعمل انومالي سكان انومالي سكان ان انا اشوف يعني اناتوميكال البيبي ده كويس ولا لا واعمل سكرين داون سندروم تمام فيرست ترمستر عن طريق الترا ساوند اوكي بشوف حاجه اسمها ايه نيوكال ترانسلوسنسي انتوا خدتوا الكلام ده اكيد في الترا ساوند تمام. طب هل ده لوحده كفايه يعني هل بالالترا ساوند اقدر اقول لعيانه البيبي ده داون ولا مش داون؟ نيفر طبعا. الالترا ساوند عمره ما كان دايجنوستيك داون سندروم. الداون سندروم ده يا جماعه بيبي عنده كروموزوم زياده اللي هو كروموزوم 21 تمام. فده مش هيتشخص من غير كاريوتايبنج. كاريوتايبنج ده عن طريق ايه بقى؟ ميديك فلويد عن طريق كولينيت فيلا سامبلنج بس لازم كاريوتايبنج ماشي. كل السكرين ده ليه فولس بوزيتيف ريزلت وفي فولس نيجاتيف ريزلت وليه سنسيتيفيتي معينه وسبيسيفيتي معينه تمام. طب احنا كنا عايزين نزود السنسيتيفيتي شويه فكنا في فيرست ريمستر بنقيس حاجه في رقبه البيبي كده اسمها نيوكلير ترانسلوسنسي ونزود عليها حاجتين كمان اللي هي بريجننسي اسوشيتد بلازما بروتين اي والبيتا اتش سي جي نوعين هرمونز كده بنسميه ده اسمه كومباين تيست تمام. لو لقيت البابا ايه ده قليل قوي ده بيبي ريسكي قوي ان هو يجي داون سندروم اوكي ويعتبر ميجر ريسك فاكتور ان بيبي ده يطلع سمول بروجستيشن ايج تمام. طب بالراحه عشان انتوا برضو بتتوهوا مني هو داون سندروم السكرين بتاعه يا اما فيرست ترمستر يا اما سكند ترمستر. طب احنا حضرتك بنعمل سكرين ليه فيرست ترمستر افضل عشان نلحق نعمل ترمينيشن والكلام ده ما بيتعملش في مصر الترمينيشن ده بره بس عشان طبعا حرام ان احنا نعمل ترمينيشن البيبي داون سندروم تمام. طب الفيرست ترمستر سكرين ده لو لقيت حضرتك طب يعني احنا بنعرف ازاي البيبي ده داون ولا مش داون او بنعمل له ايه بعد كده بس عشان تفهموا ان براكتس احنا بنعمل ايه. ان براكتس ان البيبي ده بنقيس النيوكا ترانسلوسنسي وبنعمل تو ماركرز هو بريجننس اسوشيتد بلازما بروتين اي وبيتا اتش جي وعلى حسب سن العيانه دي وعلى حسب هي جابت بيبي داون قبل كده ولا لا
عن طريق ويب بيزد بروجرام كده ماشي، بنحسب كالكوليتنج ريسك، بنشوف الريسك قد ايه. طب حضرتك امتى نقول ان البيبي ان الام دي ريسكي للبيبي داون سندروم؟ لو ريسك اكتر من 1 على 250. طب ليه اكتر من 1 على 250؟ اشمعنى يعني الرقم الغريب ده من 1 على 250؟ ده 1 على 250 ده اللي هو الريسك بتاع الابورشن لو انا هعمل امنيوسينتيسيس او كورنيال فينا سامري. فما دام الريسك بتاع الابورشن ايكوال للريسك بتاع داون سندروم فخلاص يبقى نعمل انفيزيف مانوفر اللي هو امنيوسينتيسيس او كورنيال فينا سامري. اوكي ما تطرف بره الموضوع بس عشان تفهموا يعني ايه سكرينينج داون سندروم. تمام، مفيش حاجه اسمها داون سندروم شخص عن طريق الترا ساوند. في حاجه اسمها الترا ساوند ماركر اللي انا بعد كده لما اشوف بعمل امنيوسينتيز او سي دي اس. تمام، سكندري ماستر سكرين مش سنسيتيف خالص للبيبيهات سمول بوزيشن ايج. طب ايه الترا ساوند ماركر احنا قلنا عليها بقى؟ احنا قلنا في هيستوري تيكينج وفي بايوكيميكال ماركر اللي هو داون سندروم اللي هو بريجننس اتشيت بلازما بروتين اي. في الترا ساوند ماركر اللي انا اشك ان العيانه دي ممكن تدخل في سمول بوزيشن ايج اللي هو يوتراين ارت دوبلر. طب يوتراين ارت دوبلر ده بعمله اي عيانه؟ لا مش لاي عيانه، لو عيانه فيها 3 ماينور ريسك فاكتور مع بعض كده من اللي احنا قلنا عليهم في البوكينج ده بعمل لها يوتراين ارت دوبلر. طب ايه موضوع يوتراين ارت دوبلر اصلا؟ يعني ايه الفيلم بتاع يوتراين ارت دوبلر ده؟ احنا قلنا يوتراين ارت دوبلر ده يا جماعه اللي هو بيغذي هو الناس عايزه الماركر بتاعه الداون تين. الماركر بتاع الداون تين، بصوا يا جماعه في بايوكيميكال ماركر اللي احنا بنعملها عشان الداون سندروم في حاجه اسمها بريجننسي اتشيتيد بلازما بروتين اي. اوكي، الطبيعي ان هو بيكون قليل قوي في اطفال الداون ماشي، لما بنلاقيه قليل قوي ده بيبقى البيبي ده الام دي عرضه ان هي تجيب بيبي صغير قوي حتى لو بيبي مش داون على فكره يعني. اوكي، بس هو لو داون اصلا عرضه ان هو يدخل ينزل سمول فيكشن ايج. طب احنا كسكرين نفسه الداون سندروم اللي هو عادي كموضوع لوحده خالص بعيد عن سمول فيكشن ايج بيتعمل ازاي؟ بيتعمل عن طريق حاجات معينه كده في فيرست تريمستر او في سكند تريمستر لو انا عيانه جايه لي على سكند تريمستر على طول. ففي فيرست تريمستر بنقيس حاجه في السونار في رقبه البيبي كده ماشي، في قفا البيبي اسمها نيوكال ترانسفيوسيس، ليها بارامترز معينه عشان اعرف اقيسها كويس عشان تبقى اكيوريت عشان نعرف نحددها. وبنقيس معاها اثنين هرمونز اللي هو برجننس اتشيت بلازما بروتين ايه والبيتا اس جي، ده عشان نزود السنسيتيفيتي سكرين ل 85%. اوكي، يعني ستيل في 15% السكرين ما بيكونش اكيوريت خالص. تمام، طب حتى السكرين ده بيطلع لي ايه؟ السكرين ده المفروض ببعت كده بكتب بكتب سن عينه وبشوف البيبي ده كان داون قبل كده ولا لا، عشان البيبي ده لو كان داون قبل كده الريسك بيبقى عالي جدا اصلا. سن عينه لو فوق 40 سنه يا جماعه الريسك بتاع داون سندروم 1 ل 100. اوكي، يعني اوريدي لازم تعمل اصلا امنيوسينتيسيس او سي دي اس. العينه اللي هو الريسك بتاعها عالي اكتر من 1 على 250 نبدا نعمل انفيزيف مانوفر عشان نشخص الداون سندروم. هو احنا قلنا ايه ده؟ هو ايه الداون سندروم ده؟ داون سندروم ده اكس كروموزوم 21، بيبي عنده كروموزوم زياده اللي هو كروموزوم 21. طب هشخصه ازاي من غير كاريوتايبنج؟ لازم كاريوتايبنج. طب الكاريوتايبنج ده لازم فيتال سيلز. طب الفيتال سيلز دي هجيبها منين؟ هجيبها يا اما من امنيوتيك فلويد يا اما من كورينت بلا سامبل كورينت بلاي هي بلاسنتا يعني. تمام، طب هعرض عيانه ريسكي زي ده من غير ما انا اكون اصلا العيانه دي ريسكي؟ طب اعرف العيانه دي ريسكي ازاي؟ لو العيانه دي عملت الكالكوليشن ريسك بالحاجات اللي انا قلتها دي ولقيت اكتر من 1 على 250 كده يعتبر ريسك فاكتور عالي ان هي داون سندروم، فلازم اعمل امنيوسينتيز او سي في اس. طب اشمعنى حددنا رقم 1 على 250؟ عشان ده الريسك بتاع الابورشن لو انا عملت امنيوسينتيز او سي في اس. تمام، فما دام الاثنين ايكوال لبعض خلاص يبقى نعمل امنيوسينتيز او سي في اس عشان نشخص البيبي ده داون ولا مش داون. تمام، طب عيانه جات لي في سكند تريمستر بعتمد على سيرم ماركر بس اللي هو الفا في 2 بروتين واستيريولو اللي هو اي 3 وبيتا اي سي جي، بنزود عليهم انهيبين ايه لو هو كوادربل تيست. تمام يا جماعه، طب انا عديت كل ده. في حاجه بالالترا ساوند كده اسمها سوفت ماركر. سوفت ماركر يعني ايه؟ حاجات ممكن تكون موجوده نورمال بس لو لقيت كذا حاجه مع بعض بالالترا ساوند كده بشك ان البيبي ده فيه كروموزوم ابنورمالتي، فبنعمل برضو امنيوسينتيز او وات ايفر، نعمل وقتها امنيوسينتيز بس دي مش تبعكم دلوقتي يعني، هنشرحها بعدين. نرجع بقى للموضوع بتاعنا ان احنا خدنا الريسك فاكتور ميجر ريسك فاكتور او ماينور ريسك فاكتور وبايوكيميكال ماركر اللي هو السكرين بتاع داون سندروم اللي هو بريجننس اتشيتد بلازما بروتين اي.
طب الالترا ساوند ماركر هو احنا عندنا حاجه واحده هي هو تراين ارت دوبلر وده بيتعمل في سكند تريمستر من 20 ل 24 اسبوع اوكي دوم بس بيتعمل للناس اللي عندها اكتر من 3 ماينور ريسك فاكتور يعني مش لازم خالص يتعمل لكل العيانين ماشي بصوا يا جماعه ده الويف فورم بتاعي النورمال تراين ارتري في فيرست تريمستر اللي هو بيبقى عباره عن ايه بصوا لو حطينا لو رسمنا خط من هنا كده من البيك ده لحد البيز لاين ده بنسميه سيستول لو رسمنا خط من هنا كده لغايه البيز لاين بنسميه دايستول تمام او من هنا سوري من هنا كده لغايه هنا بنسميه دايستول تمام كل مكان الدايمتر بتاعت البلاد سبلاي ده قليل خالص كل مكان الريزيستنت عاليه فالريزيستنت لما تعلى تخلي الدايستول فلود ده قليل جدا اوكي وبيحصل حاجه كده يعني بس بنمونك تراين ارتي دوبلر اللي هو بروتو دايستول نوتش قبل الدايستول في نوتش كده صغيره تمام ده موجود فين في الفيرست تريمستر طب في السكند تريمستر لما قلنا ان بيحصل حاجه اسمها سكند ويف تروفوبلاستيك انفيجن ايه اللي بيحصل ان ده فلو لازم يعلى الريزيستنت لازم تقل والنوتش دي بتختفي خالص تمام طب لو ما حصلش ده في السكند تريمستر ايه اللي بيحصل يعني لو ما لقيتش ده في السكند تريمستر اللي هو الدايستوليك فلو ده ما زادش كده والنوتش دي فضلت موجوده ده كده البيبي ده ميجر يعتبر خلاص هو زيه زي ميجر ريسك فاكتور ان هو هيدخل في سمول بروجستيشن ايج ماشي يا جماعه فعشان كده بعتمد على تراين ارت دوبلر اللي هو اوريدي موجود في فيرست تريمستر او قبل الحمل خالص بيبقى فيه نوتش والدايستوليك فلو بتاعه بيبقى قليل الطبيعي في سكند تريمستر ان هو يعلى لو ما لقيتوش عالي يعني فيه لو دايستوليك فلو او بريزيستنت نوتشنج ده خلاص يعني انا دي ريسك جدا ان هي تدخل في سمول بروجستيشن ايج او فيتر جوست ريستريكشن ده كله نرجع تاني نقول ايه اللي احنا بنعمله عشان عيان اللي هي ريسك فاكتور سكرين بنعمل هيستوري ماتيرنال ريسك فاكتور باي كيميكال داون سندروم ماركر والترا ساوند اللي هو يوتراين ارت دوبلر تمام ايه الحاجه الوحيده احنا هنعملها باكزامينيشن عشان نتكت عيانه دي هتدخل في سمول بروجستيشن ايج ولا لا ونتابع بقى وزن البيبي ونتابع مقاسات البيبي ونتابع الدوبلر من 28 اسبوع حاجه اسمها سيمفازيرو فاندل هايت السيمفازيرو فاندل هايت ده بقى ده بنجيب كده يا جماعه من 24 اسبوع المفروض اي عيانه بتعمل لها الكلام ده يعني مش كل عيانين بره يا جماعه في انجلترا وامريكا بتعمل لهم كل مره الترا ساوند لا طبعا بيتعمل حاجه بتروح اصلا للفيزيشن العادي خالص بيقيس بيشوف البطن العيانه ده بتكبر ولا لا بتاب كده مازوره زي مازوره الترزيه كده بالظبط الترز كده لما تروح له بيكون عنده مازوره المازوره دي بتقيسها منين بتقيسها من فيكسد بوينت اللي هي سيمبس بيوبس لحد variable point اللي هي الفانجس تمام وبالمازوره ده يا جماعه بالسنتيمتر بسنتي ايكوال انفستيشن ايج بعد 24 اسبوع تمام يعني انت لو لقيتها 20 ايوه لقيتها 24 27 مثلا سنتي غالبا ده البيبي ده 27 اسبوع 28 سنتي غالبا البيبي ده 28 اسبوع وبيتحط برده على سنتايل كيرف زي احنا شايفينه كده بالظبط اوكي بس طبعا بيبقى معاه فاريابيلتي يعني بيبقى بلس او ماينس 2 سنتي بعد 24 اسبوع ولحد بعد 36 اسبوع بيبقى بلس او ماينس 36 سوري 3 سم يعني بعد 36 اسبوع بيبقى بلس او ماينس 3 سم وقبليها بيبقى بلس او ماينس 2 سم تمام طب ده مشكلته ايه مشكلته في حاجات كده ان هو اكيوريسي بتاعته مش جامده قوي مش جامده قوي ليه بقى عيانه اوبيز عيانه البيبي ده ترانزفيرس لاي عيانه فيها فايبرويد كبير عيانه فيها بولي هيدرامنوس مثلا طب ما كل ده هيطلع فولس بوز ان هو عالي جدا او قليل وان انا قايسه غلط عيانه فيها هيد انجيجد قوي فطبعا الفاندل ليبر هيكون قليل تمام غير ان انت اصلا الفاندس ده نقطه فاريبل الى حد ما فهيحصل انا لو بقيسها في نفس الثانيه انتر اوبزرفيشن فاريشن يعني ممكن اقيسها ناقصه او زياده تمام بس ايا كان لو لقيت سنجل ميجرمنت اقل من 10 سنتايل او لقيت البيبي ده ما بيكبرش مع المتابعه برده كده لازم البيبي ده يتقاس له الفيتال ويت بتاعه ويتعمل له دوبلر من 28 اسبوع يعني نلخص كل ده ده وان ميجر ريسك فاكتور اللي احنا قلنا عليها في البوكينج اوكي نيجي عند نعمل سيريال اسسمنت فيتال سايز وامبارتر ارت دوبلر من 28 اسبوع يعني ايه سيريال يعني ايه سيريال اسسمنت فيتال سايز يعني تابع البيبي ده كل اسبوعين ثلاث اسابيع نشوف الوزن بتاعه عامل ازاي تمام طب عندها ثلاثه او اكتر ماينور ريسك فاكتور نعمل لها يوتراين ارت دوبلر لو لقيناه اب نورمال يعني ايه تاني
يعني ده سبيك فلو بتاعته قليله برضو زي ما هي في سكند تريمستر، او فيها نوتشنج نعمل لها برضو في اسسمنت فيتال سايز او امباكر ارت دوبلر عن 28 اسبوع. طب لو نورمال هو بس اسسمنت فيتال سايز مره كده في السكند تريمستر، طب هو نورمال خلاص والدنيا كويسه. ماشي يا جماعه، ده وات از كولد سكرين فور سكريننج فور سمول بروجستيشن ايج. طب احنا بنعمل سكرين ده ليه؟ عشان المفروض اصلا او من اول بوكينج كده لو لقيت وان ميجر ريسك فاكتور عادي المفروض تمشي على حاجه اللي هتقلل ان البيبي ده يدخل في سموفج تشينج. وايه الاونلي تريتمنت ايفيدنس ان هو بيقلل الكلام ده؟ بريفنشن اسبرين بس. طب في حاجه ثانيه يا دكتور؟ لا مفيش حاجه ثانيه. حاجه ثانيه ان انت تقلل سموكينج، لو هي بتضرب كوكايين توقف الكوكايين طبعا اوكي، لو هي ما بتاكلش كويس تاكل كويس، لو هي بتدخن طبعا لازم توقف تدخين زي ما قلنا كده اوكي. طيب في حاجه ثانيه ممكن تعمل الكلام ده؟ هيبارين مثلا او اللوموكرات هيبارين كليكسان مثلا او انفركشنت هيبارين، بس ده ما فيش ايفيدنس عليه. يعني اونلي واي اوف بريفنشن اللي هو ايفيدنس بيست، ايفيدنس بيست ده هو مبني على دراسات كتير جدا اتعملت اللي هو اسبرين. ماشي يا جماعه، طبعا ده منظركم دلوقتي انا متاكد من كده. بصوا يا جماعه معلش هو الموضوع بس تقيل شويه، بس هو لازم نفهم بس الموضوع ماشي ازاي عشان تبقى معانا ان براكتس. يعني ده الموضوع ده الحاجات اللي بتتعمل ان براكتس بجد اوكي. اي كلام هنقوله لكم كده وخلاص واقول لك بص احنا بنعمل بنشوف ريسك فاكتور كده معينه وبنعمل تراين الت دوبلر وبنعمل انت مش فاهم اصلا الموضوع ماشي ازاي. لكن الى حد ما لو قلت لك ان احنا عندنا وان ميجر ريسك فاكتور بالهيستوري العينه دي لازم من اول 28 اسبوع نعمل لها نشوف الفيتال ويت كل 3 اسابيع ونعمل امراض ارت دوبلر. لو عينه دي عندها 3 او مور ماينور ريسك فاكتور لازم يتعمل لها ترين ارت دوبلر. لو اب نورمال نفس الحكايه، لو نورمال خلاص كفايه مره واحده ان احنا نشوف الفيتال سايز. ماشي، فيتال سايز وامراض ارت دوبلر في السيرت تريمستر اوكي. طب احنا كل ده بنعمل كل ده سكرين ليه؟ عشان بعد كده نفس الموضوع ده، عشان بعد كده نعالج بقى او نتابع عشان نعمل مانجمنت للعيال دي. ايه مانجمنت للعيال دي بقى؟ للاطفال دي طبعا عشان نشخص. احنا قلنا احنا نقعد نعمل استيميت نشوف الويت بتاع البيبيهات دي، فهنشوف الويت هنشخص ازاي سمول بوزيشن ايج ان هو هنلاقي ويت او ابدنا سيركمفرنس اقل من السادس سنتايل اوكي. كده خلاص البيبي ده بقى خلاص شخصنا ان هو سمول بوزيشن ايج. طيب بخاف على ايه في عيال سمول بوزيشن ايج دي؟ طبعا بخاف ان هو دم يقل جدا فالبيبي ده يدخل في اي في دي، فلازم اتابع حاجه مهمه جدا 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 اللي هو امبلايكال ارتي دوبلر اوكي. اشوف الدم اللي واصل ده كويس ولا مش كويس اوكي، او الدم اللي راجع من البيبي سوري كويس ولا مش كويس اوكي. طب لقيت امبلايكال ارتي دوبلر ده نورمال خالص ما فيهوش اي مشكله خالص تمام، هعمل ايه؟ هعيد ادونس الكونفرنس والاستيميتد فيتال ويت المفروض كل اسبوعين، والدوبلر برده امبلايكال ارتي دوبلر كل اسبوعين. طب انا كل اسبوعين بلاقي سميت فيتال ويت ادونس الكونفرنس كويس الحمد لله تمام والدوبلر كويس. هنولد عينه دي امتى؟ هنولدها عن 37 اسبوع يا جماعه، بعد ما ناخد كورس ديكساميثازون اندي نيتا كورتيكوسترويد تمام. طب وانا في وسط المتابعه كده لقيت الدوبلر بقى مش كويس. بقى مش كويس ده يعني ايه بقى مش كويس؟ هنفهم هقول لكم الدوبلر القصه بتاعت الدوبلر. بس لقيت انديسز او الاندكس بتاعت الريزيستنت عاليه، الريزيستنت في امبريكال ارتري عاليه تمام. كل يا جماعه ما الريزيستنت زادت كل ما الدايستول قل، وكل ما الدايستول قل يعني الريزيستنت بتقل، كل ما الدايستول زاد قصدي يعني الريزيستنت بتقل. الريزيستنت بتزيد كده الدم يوصل البيبي بدا يقل جدا تمام. اول ما الاقي الريزيستنت اندكس او السيدات اندكس عاليه او الريزيستنت في الامبريكال ارتري دوبلر بقى مش كويس اوكي، بس الدايستول فلو كويس، نبدا نعمل الترا ساوند ده كل اسبوع لاستيميتد فيتال ويت وادونس كونفرنس، ومرتين في اسبوع للامبريكال ارتري دوبلر. طول ما احنا ماشيين كده برضو نفس الموضوع بس الاندستريك فلو موجود. بص عشان بس نفهم الموضوع ماشي ازاي، نفهم الرسمه دي احسن عشان بس تفهموا الدنيا عامله ازاي. بص يا جماعه ده الويفز بتاعت امبلايكال ارتي دوبلر اوكي. هنا من هنا دي من بيك ده لغايه تحت ده سيستول، ومن البيك ده لغايه البيز لاين ده الدايستول تمام. كل ما كان الدايستول عالي كده كل مكان الريزيستنت قليله، يعني الدايستول كده عالي اهو كده الريزيستنت قليله تمام. طيب كل ما الدايستول يقل، يعني ادي الدايستول عالي اهو الدايستول بدا يقل كده الريزيستنت عالي اوكي، بس هنا لسه
الدياستوليك فلو بريزنت، يعني في دياستوليك فلو. اول ما يبقى ابسنت خالص او ريفرس كده ابسنت اند دياستوليك فلو اهو ابسنت خالص مفيش دياستول خالص اهو اوكي، او ريفرس كده دخلنا في مرحله خطر جدا وفي ده خلاص قرب يموت. تاني الدياستوليك فلو ده مهم جدا عشان الانديسز بتاعت الريزيستنت. احنا لينا حاجات في الدوبلر كده معينه، بس كل ما الدياستول زاد كل ما الريزيستنت قل يا جماعه، دي حاجه قاعده عاديه خالص صح، يعني كل ما الدياستول كل ما الريزيستنت قلت كل ما الدياستول زاد. طب الدياستول هو موجود اوكي بدا يقل خالص كده الريزيستنت عاليت جدا، بس لسه هو اند دياستوليك فلو موجود لسه بريزيرفد اوكي. اول ما يبقى ابسنت او ريفرز كده ريفرز ده شوف بقى رجع تحت البيز لاين كده احنا عندنا مشكله كبيره جدا تمام. فانا لما بلاقي ابنورمال انديسز في امريكا ارت دوبلر بس اند دياستوليك فلو او فيلوسيتي بريزنت هقرر هزود الفولو اب بتاعي. هزود الفولو اب ازاي؟ ان انا هقيس الادرنس كونفرنس او سيميتال فيتال ويت كل اسبوع ودوبلر كل اسبوعين. ونفس الموضوع لو لسه زي ما احنا مش هنولد غير عن 37 اسبوع عادي خالص تمام، او ممكن نولد دي اكتر من 34 اسبوع لو في ستاتيك جروس. ستاتيك جروس يعني ايه؟ بيبقى قاعد 3 اسابيع ما يكبرش، بس ده مش مشكله بالنسبه لكم يعني. طب احنا دخلنا خلاص وصلنا لمرحله ان في ابسنت او ريفرسد اند دياستوليك فيلوسيتي. الاي ده يعني ابسنت، اي ار دي ريفرسد اند دياستوليك فيلوسيتي، يعني خلاص الدياستول فلو بقى على البيز لاين، يعني الريزيستنت عالي جدا 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 او بقى ريفرسد كمان تمام. لا انا لازم بقى اكرر كل اسبوع بقى الويت وكل يوم اعمل لها ماركر ارت دوبلر، كل يوم اعمل لها ماركر ارت دوبلر تمام. طبعا ده في ابسنت، الريفرس ده خاص البيبي هيموت. طب انا بعمل ايه اصلا؟ قلت ما ولدها وخلاص. طب البيبي ده ممكن يكون صغير جدا اصلا يا جماعه، يعني لسه هو ما فيش، يعني هو لسه 28 اسبوع بالعافيه اساسا اوكي. فانا عايز ادي تشانس ان هو عشان ينزل يعيش اوكي. بس احنا ريكومندد ديليفري بتاعنا ان هو بعد 32 اسبوع، لو هو كده عند 32 اسبوع هتولد على طول بعد ما تدي استرويد برده انتي تيك كنترول استرويد اوكي. لو قبل 32 اسبوع لازم على الاقل يعني يكون استيميت الفيتا ويت بتاعك 500 جرام، والكلام ده بره مش هنا برده خالص في وقتها. بنعتمد على حاجات كده معينه هي دكتور سبينوزاس والمترايز سي تي جي، والكلام ده مش تبعك يعني. المهم تفهموا ان احنا لما بنعمل لما خلاص شخصنا سمول بوجيشن اتش، لو عملنا امباركر ارت دوبلر لقيناها نورمال كويس، كل اسبوعين هنقيس الدوبلر وهنقيس وزن البيبي. طول ما احنا كويسين هنقول عن 37 اسبوع بعد ما ناخد الكورتيكوسترويد، عندي دي كورتيكوسترويد عشان اللونج ماتيوريتي. طب لو بقى ابنورمال يعني ايه؟ يعني الريزيستنت عاليت او الدياستوليك فلو قل اوكي. ده بنعمل ايه؟ بنزود الفولو اب. بس بنزود الفولو اب ليه؟ عشان ما نوصلش لمرحله ابسنت او ريفرس الدياستوليك فلو واحنا مش شايفين او احنا مش حاسين ماشي. بنخلي الدوبلر كل اسبوعين، مرتين في اسبوع سوري، والابدونس والويت بتاعنا بنقيسه كل اسبوع. وقتها بنقول على 37 اسبوع او بعد 34 اسبوع لو البيبي ده قعد 3 اسابيع ما يكبرش. طب لو ابسنت او ريفرس المفروض بنولد خالص. بنولد من امتى؟ من اول 28 اسبوع لغايه 32 اسبوع. بس الريكومند بتاعنا ان احنا عند 32 اسبوع نبدا نولد ان شاء الله تمام يا جماعه. ثاني امبارح ارت دوبلر ده السيستول وده الدياستول اوكي. كل ما الدياستول زاد كل ما الريزيستنت قلت. الدياستول بيقل الريزيستنت بيزيد، في علاقه طرديه ما بينهم، عكسيه ما بينهم ماشي يا جماعه. هو ايه انديسز ده او ريزيستنت؟ هو ايه يعني ايه بسيط يا شباب؟ حد عنده اي مشكله في اي حاجه؟ عشان بس ما نرجعش نعيد جزء كبير. لو حد عنده اي مشكله زي الدكتور وليد ماشيين معايا خلاص تمام تمام كده. اللي عنده اي سؤال يرفع ايده ويسال دكتور دايركت وانا خليه يسال تمام. طب لو تمام نكتب على الشات تمام عشان نكمل زي ما احنا ماشيين. تمام هم راحوا فين؟ اه بدا يكتبوا الحمد لله. مؤمن كتب تمام. طب معاك يا دكتور وليد. اه تمام ما شاء الله ربنا يكرمك ان شاء الله. ماشي اوكي ماشي يا جماعه. عشان بس تفهموا موضوع امريكا ارت دوبلر ده، احنا من هنا ده السيستول بيك بتاع السيستول لحد البيز لاين ده اسمه سيستول. من هنا الدياستول ده لغايه البيز لاين ده اسمه دياستول. اوكي عندنا شويه انديسز كده بنعتمد عليها في الريزيستنس. بس عشان تفهموا كل ما الدياستول ده زاد كل ما الريزيستنت قل اوكي. هو ايه الريزيستنت ده؟ في حاجه اسمها في انديسز كتير جدا بنعتمد عليها، اللي هو منهم اسهل حاجه فيه السيستول على الدياستول اوكي. فطبيعي جدا ان كل ما الدياستول يزيد كل ما الريزيستنت قل صح.
كل ما الدايستول يقل كل ما الريزيستنس تزيد. فاحنا بنبدا ان الدم واصل بيبي كويس فالدايستول ده بيكون موجود، نبدا الدم يواصل بيبي يقل خالص فالدايستول ده يقل خالص، بس لسه مش في بيز لاين يعني في شويه دايستول. لما يزيد جدا الريزيستنت خلاص بيبقى ابسنت اند دايستول فلو مفيش. طب زاد جدا جدا والبيبي ده خلاص قرب يموت خلاص بقى ريفرس اند دايستول فلو. اوكي وده اللي احنا بنعمله في المانجمنت بتاعنا زي ما احنا قلنا كده. في حد عنده اي سؤال بقى في الموضوع؟ اي سؤال يا جماعه؟ كده المحاضره خلصت ان شاء الله. المفروض بكره بقى في موضوعين اللي هو بريماتيوريتي وفي الار اتش ايزومنايزيشن. ايوه تمام. حد عنده اي سؤال؟ سامي دكتور وليد المحاضره جميله جدا صراحه. ماشي يا دكتور سامر. ايوه عامر يا شباب اللي عنده اي سؤال يقول. اي سؤال يا جماعه اللي عنده اي حاجه؟ تمام اللي عايز يسال يرفع ايده، يسال دايركت او اكتبه على الشات ما فيش مشكله خالص. تمام خلاص هنقند المحاضره. شكرا دكتور وليد، شكرا جدا على المحاضره.